ان انت رايك مهم. بالظبط. هنا الدوله بتوجه وزاره التربيه والتعليم لعمل ندوات علشان تاكد على حاجه، ان الفرد اساس المجتمع الديمقراطي. الفرد هو اساس المجتمع الديمقراطي. انا لما بهتم بالفرد واشوف اراءه واعمل له ندوات واثقفه وازود عنده الولاء والانتماء والحوار، الطالب ده ان شاء الله باذن الله هيكون مواطن واعي وقادر على حل مشاكله. اذا المدارس بتعمل ندوات. المدارس بقى ودور الاداره المدرسيه. دور الاداره المدرسيه مهم جدا 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 في غرز الديمقراطيه عند الاولاد. يعني المدير اللي عنده الحس الديمقراطي هيوجه ويرشد ويخطط بديمقراطيه، هنلاقيه بيلم الرواد بتاع الفصول وبيعمل معاهم اجتماع وبيناقش المشاكل. هتلاقيه بيوزع الادوار بديمقراطيه، هتلاقيه مستمع جيد جدا 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 لكل مشكله بتقع عند طالب عنده في المدرسه. والمدير الديمقراطي بقى عنده ميزه مهمه قوي، هي انه يقدر اراء الطلاب. يعني اي راي لاي طالب عنده مقدر ومحترم. فده دور مدرسه مهم جدا 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 علشان غرز قيم المواطنه والوطنيه تجاه ولادنا الطلاب. تمام. ايه بقى؟